الجو بكره درجات الحراره هتكون معتدله بالنهار، شويه شويه بروده بالليل على معظم الجمهوريه، لكن هيكون في شويه امطار زي النهارده كده. كان في يعني مطره مش جامده صحيح، بس بكره واضح انه يمكن يكون في على عهده الارصاد الجويه شويه امطار في بعض المناطق في السواحل الشماليه وفي شمال الوجه البحري، جنوب محافظه البحر الاحمر، حلايب وشلاتين. امطار هتكون في كتير من المناطق خفيفه وعلى فترات متقطعه، وده حسب زي ما بقول لكم حسب توقعات هيئه الارصاد الجويه. طبعا النهارده الدنيا بردت شويه ودرجات الحراره انخفضت اكتر، ولسه الانخفاض مستمر. بكره هتكون في حدود 24 درجه على القاهره والوجه البحري، 23 على السواحل الشماليه، ويمكن توصل ل 27 درجه في جنوب الصعيد. حسب خرائط الطقس وصور الاقمار الصناعيه الواضح انه القاهره هتكون بعيده عن الامطار خلال اليومين الجايين، لكن الانخفاض في درجات الحراره هيستمر لحد السبت الجاي. يعني الظاهر كده انه الشتاء مش بس كان بيدق البيبان الايام اللي فاتت، لكن الحقيقه هو خلاص فتح الباب على مصراعيه ودخل وقاعد دلوقتي وسطينا. معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير اداره التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بحضرتك معانا في مصر الجديده، وايه اخبار الجو؟ الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء الفل، اخبار الجو عندكم ايه؟ الجو عندنا زي عندكم برضه، في نسمات من البروده في فترات الليل. احنا برد، احنا في اكتوبر احنا بردانين بصراحه. كلنا فعلا في فترات الليل، الساعات المتاخره من الليل والصبح بدري، بالفعل درجه الحراره 17 درجه، ده طبعا يعتبر طقس الى حد ما من بارد لمائل للبروده في بعض الاماكن الاخرى. ده بيتطلب مننا الناس اللي لسه ما لبستش ملابس شتويه لازم وجود جاكيت معانا بالليل. خلاص نشاتي، نبدا نشاتي، الجاكيت بالليل بقى ضروره. بقى ضروره والصبح جدا. والصبح بدري الام اللي موديه طفلها المدرسه هتلبسوا الجاكيت برضو. طبعا ده شيء ضروري جدا في الساعات الاولى من الصبح، او اللي راجع متاخر بالليل لازم طبعا جاكيت معاه يحميه من البرد او يحميه من نزلات البرد اللي ممكن يتعرض لها. فرص الامطار زي ما حضرتك ما ذكرتي، ووفقا لنشره الارصاد الجويه امطار خفيفه قد تكون او متوسطه النهارده. الدنيا يعني مطرت سنه كده صغيره. النهارده طبعا كان في امطار خفيفه الى متوسطه على مناطق يعني اللي شعر بها اكثر سكان اسكندريه والبحيره ومناطق من الوجه البحري، خاصه المناطق الشماليه. اما جنوب الوجه البحري فكانت امطار خفيفه فقط على فترات دون الاخرى وعلى مناطق دون الاخرى طبعا وعلى فترات متقطعه. ايه حكايه يوم الثلاث والمطر؟ احنا بقى لنا ثلاثات الدنيا بتمطر، بس النهارده كانت خفيف شويه. النهارده المناطق من القاهره كان بس مناطق في اكتوبر كده، مناطق محدوده في اكتوبر، ودي كان فيها فرص خفيفه جدا وحاجات غير محسوسه. انما باقي محافظات جنوب الوجه البحري القاهره الكبرى مشى لم تتاثر بهذه الامطار. نعم. فاحنا طبعا الفتره اللي جايه الاجواء الى حد ما مستقره شويه من حيث الامطار، مفيش امطار مؤثره. الشتاء داخل بدري شويه ولا ده طبيعي في الخريف؟ لا ده طبيعي في الخريف حضرتك. الانخفاضات اللي ملحوظه في درجات الحراره بالليل وفروق درجات الحراره اللي بتزيد عن 10 درجات احيانا بين العظمى والصغرى، ده شيء طبيعي في هذه الفتره من العام. تمام. لكن طبعا كل ما تمر الايام كل ما نقترب من فصل الشتاء ونشعر اكثر بانخفاض درجات الحراره. الناس اللي حاسه بالبرد الايام دي كلهم قعدت بتقول يعني ايه، انا خايفه جدا، احنا خايفين، البرد شكله داخل جامد السنه دي، الشتاء شكله هيبقى صعب جدا السنه دي، هل التوقع ده صحيح؟ لا طبعا حضرتك، ده ملوش اي علاقه بالصحه، الخريف ملوش اي علاقه بفصل الشتاء، دي توزيعات ضغط مختلفه تماما في فصل الخريف، مختلفة تماما عن توزيعات الضغط في فصل الشتاء. حتى طبقات الجو العليا الأجواء بتكون مختلفة خالص والخرائط مختلفة، فده مش مؤشر طبعا لطبيعة فصل الشتاء هذا العام. لكن احنا بس بحب أوجه نصيحة للسادة المواطنين، لو استشعرنا في بعض الأيام بزيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجة حرارة شوية، بنقول للناس اللي بدأت تلبس ملابس شتوية ما ينفعش نخفف خالص، ما ينفعش نغير نوعية الملابس. في اي نصيحه تانية حضرتك تحب تقولها لنا قبل ما نقفل؟ السبوره المائيه الصبح بدري ناخد بالنا منها برضو، لانها الى حد ما ساعات بتقلل الرؤيه على الطرق خصوصا الصبح بدري. نكون حذرين جدا خلال الايام اللي جايه، خاصه احنا داخلين على ويك اند، هتكون في فتره او فرصه تكون السبوره هتكون موجوده معانا بشكل كويس. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير اداره التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديده.